في قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. ببارك لكم مره تانيه، وببارك لكل واحد منتمي للنادي الاهلي، ببارك لمجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب الاسطوره الحقيقيه في عالم الكره المصريه، وكذلك الاسطوره في الاخلاق الشخصيه المصريه العظيمه. النهارده ان شاء الله محطه جديده من محطات النادي الاهلي في طريقه لتحقيق المزيد من البطولات. مباراه صعبه جدا قدام نادي الاتحاد السكندري سيد البلد في الدور قبل النهائي لكاس مصر، خصوصا انها جايه في توقيت زمني صعب جدا، يعني الفرق بين الماتشين، ماتش الزمالك اللي فات نهائي افريقيا والنهارده 3 ايام. طبعا كلنا عارفين ان بينا كلنا الجمهور واللعيبه لسه لحد دلوقتي بيعيشوا نشوه الانتصار والفرحه الكبرى بالفوز على الزمالك والفوز بالبطوله الافريقيه، لكن احنا تعودنا دايما في النادي الاهلي على مدار الاجيال ان احنا بنفرح لوقت معين والفرحه ما تاخدناش وتنسينا ان في ماتش مهم وبطوله مهمه بتقترب جدا من النادي الاهلي ان شاء الله في حاله فوزه اليوم. طول عمر النادي الاهلي بيلعب على المكسب في كل البطولات. كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي بيبقى عنده هدف واحد بس، هدف الفوز. وكلنا النهارده ثقه ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في المكسب وفي حصد بطوله اخرى وتحقيق رقم قياسي اخر بالحصول على كاس مصر، وكذلك الحصول على كاس السوبر الافريقي ان شاء الله، والوصول لتحقيق رقم قياسي جديد باذن الله، وذلك بالحصول على 3 بطولات كبيره في اقل من اسبوعين. واعتقد ان مفيش فرقه عملتها، يعني في مصر مفيش فرقه عملتها، على مستوى افريقيا برضه اعتقد ان مفيش حاجه عملتها، على مستوى العالم ما اعرفش، ولكن باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يعدي نادي الاتحاد النهارده ويوصل لنهائي كاس مصر ويكسب كاس مصر ان شاء الله وكاس السوبر بعد كده، وان شاء الله اللعيبه بتاعتنا الرجاله تسعدنا وتسعد جموع الشعب المصري كله العظيم اللي بيستحق هذه الفرحه الكبرى في زمن الكورونا الصعب. ويبقى دائما النادي الاهلي مصدر البهجه والفرحه والسعاده للشعب المصري. نروح بقى الماتش النهارده بين نادي الاهلي ونادي الاتحاد في الدور قبل النهائي لكاس مصر. نرحب بالضيوف اللي هيشرفونا النهارده ونتكلم معاهم على الجوانب الفنيه لماتش النهارده. كابتن شريف عبد المنعم، اهلا وسهلا بيك. اهلا كابتن ايمن، اهلا بيك، الف مبروك. الله يبارك فيك. كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك ايمن. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا وسهلا بيك. اهلا كابتن ايمن، اهلا بيك. كابتن هاني العجيزي، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن ايمن. بنرحب بيكم منورينا كالعاده. وقبل ما نخش في الاجواء هنروح لزميلنا فاروق صلاح من الملعب، هيقول لنا ايه الاجواء عنده هناك ويقول لنا التشكيل بتاع الفرقتين. مساء الخير يا فاروق. مساء النور عليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لحضرتك وكل التحيه لنجوم الاستوديو التحليلي كابتننا كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن هاني العجيزي. انا عايز يعني قبل ما ادخل في اجواء اللقاء يا كابتن ايمن اخد من كلام حضرتك ومقدمه حضرتك، لان دي كانت الرساله اللي قالها الكابتن محمود الخطيب للاعبي النادي الاهلي لما قال لهم احنا قدرنا في النادي الاهلي ان الفرحه والانجاز ما بياخدش مننا احتفال في وقت كتير في الاحتفال، لان احنا دايما بنبص لبكره، وبكره بتاعنا ده عباره عن بطوله جديده وتحدي جديد. النهارده بالفعل تحدي جديد، بطوله جديده النادي الاهلي بيسعى لتحقيقها، هي بطوله كاس مصر، مباراه النصف الدور نصف النهائي امام نادي الاتحاد. وعلشان حضرتك يا كابتن ايمن اتكلمت عن الاخلاق ومبادره والرياضه دايما رساله وبتسمو بالنفوس، النهارده انا عايز هقول لك مفاجاه ويعني امر مهم جدا. نادي الاتحاد السكندري بمبادره من السيد الاستاذ محمد مصلحي رئيس النادي وبالتنسيق مع الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن افراد الجهاز الفني لنادي الاتحاد بعد الاتصال بالكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، نادي الاتحاد قرر انه هيعمل ممر شرفي النهارده للنادي الاهلي ابطال افريقيا، وهيبقى في تسليم ورود للاعبي النادي الاهلي. كان ليا كلام مع افراد الجهاز الفني الكابتن ابراهيم والكابتن حسام، قال ده دورنا والرياضه اخلاق، واحنا لازم نشيد ونهني النادي الاهلي، واحنا بادرنا بالاتصال وبنبارك للنادي الاهلي، وبعد التنسيق قررنا ان احنا النهارده نقف في ممر شرفي للاعبي النادي الاهلي. اعتقد في لفته وظاهره تلقى يعني اكيد هتلقى صدى كبير جدا عند كل افراد المنظومه الرياضيه. لو نتكلم على اجواء اللقاء يا كابتن ايمن واستعداد النادي الاهلي، خليني اقول لك ان سريعا النادي الاهلي طوى صفحه البطوله الافريقيه، النهارده اللاعبين كلهم مركزين تماما في اللقاء، كل التركيز في اللقاء. مستر بيتسو موسيماني اعلن التشكيل اللي هيخوض بهذا اللقاء، عبارة بيمثل النادي الاهلي النهارده في حراسه المرمى محمد الشناوي، 2 في قلبي الدفاع ايمن اشرف وياسر ابراهيم، في اليمين محمد هاني،
في الشمال علي معلول، اثنين في دايرة المنتصف عمرو السلية وحمدي فتحي، امامهم ثلاثة محمد مجدي أفشة، حسين الشحات وجيرالدو، ورأس حربة هو مروان محسن. عايز اكلمك ايضا يا كابتن ايمن على اليوم النهارده، او يعني حالة التجهيز اللي عند مستر بيتسو موسيماني والجاهزية اللي موجودة لجميع عناصر الفريق، سواء العناصر المنضمة بدر بنون، طاهر محمد طاهر، وعودة اكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن اللي هيكونوا موجودين معانا النهارده على مقاعد البدلاء. انا موجود معاك يا كابتن ايمن. البدلاء يا حبيبي، اقول لحضرتك حالا بدلاء النادي الاهلي النهارده، علي لطفي في مركز حراسه المرمى، امامه رامي ربيعه ومحمود كهربا، صلاح محسن، ناصر ماهر، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن. خرج من قائمه الاهلي طبعا مصطفى شوبير، يعني خلال دقائق فريق نادي الاتحاد السكندري يعني لم يعلن تشكيله حتى الان. بدر بنون موجود يا فاروق، بيتحفظ على بدر بنون موجود على مقاعد البدلاء ايضا يا كابتن ايمن. يعني خلال دقائق ايضا فريق نادي الاتحاد السكندري هيعلن تشكيله الرسمي لهذا اللقاء. كان في ترحيب من افراد الجهاز الفني والاداري لنادي النادي الاتحاد بفريق النادي الاهلي، الجميع بارك للنادي الاهلي، وزي ما قلت لك يا كابتن ايمن هيكون موجود الممر الشرفي. دي نقدر نقول كل الكواليس طبعا الخاصه بهذا اللقاء، وزي ما حضرتك عارف اللقاء بيديره تحكيميا محمد معروف حكم ساحه، اثنين بيعاونوا محمود ابو الرجال وسمير جمال وعبد العزيز السيد حكم رابع، محمود دسوقي هو حكم الفيديو. دي كل التفاصيل كل الكواليس من هنا من ملعب المباراه. نتمنى طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله يعني يتجاوز النادي الاهلي عقبه فريق الاتحاد ومن ثم الصعود الى المباراه النهائيه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وشكرا للزميل العزيز فاروق صلاح. قبل ما نتكلم على الاجواء الفنيه للمباراه نستاذنكم بس نطلع فاصل ونرجع نكلم كمان. ومرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وقبل ما نخش في الاجواء بتاعت ماتش الاهلي والاتحاد النهارده، كنت عايز اتكلم على موضوع السيطره الميدانيه اللي في ناس كتير جدا بتتكلم على ماتش الاهلي والزمالك اللي فات. ماتش الاهلي والزمالك اللي فات السيناريو ده حصل برضه قبل كده معانا، يعني ماتش السوبر كانت السيطره لينا والفرص لينا والاستحواذ لينا، كل حاجه كانت للنادي الاهلي، ولكن فاز الزمالك بضربات الجزاء. خلي بالكم ماتش 3-1 برضه نفس الحكايه، ونادي الزمالك الاستحواذ لينا والسيطره لينا والفرص الكتير لينا واضاعه الفرص لينا، ومع ذلك نادي الزمالك كسب المباراه دي. ولكن انا اللي عايز اقوله لكم ان مش دايما اللي مستحوذ على الكوره ومعاه السيطره الميدانيه هو اللي بيكسب، ومع ذلك برضو بالارقام هنشوفها مع بعض دلوقتي وهناقشها مع ضيوفي الاعزاء. الارقام بتقول كمان برغم الاستحواذ كان لنادي الزمالك، ولكن الارقام معظمها كانت في صالح النادي الاهلي. وادي الارقام ايه قدام مننا على الشاشه، ادي نادي الزمالك والنادي الاهلي. نخش على الاول على الفرص والاهداف. نادي الاهلي 2 من 5 فرص، نادي الزمالك 1 من 4. يبقى هنا الفرص الافضليه فيها للنادي الاهلي. طيب ندخل على التصويبات على المرمى، كل فريق صوب 9 تصويبات، ولكن النادي الاهلي 5 ما بين الـ3 خشبات، نادي الزمالك 4. التمريرات البينية الصحيحة، نادي الأهلي 4 من 7، نادي الزمالك 1 من 2، يعني نسبة 50%. التمريرات الصحيحة دي بقى اللي هي الأخيرة اللي هي بتاعت الاستحواذ، اللي هي بتبين استحواذ نادي الزمالك على الكرة أغلب الوقت، 382 من 457، مش أغلب الوقت، هي كانت 53-47، ولكن النادي الأهلي 340 من 424. الناس بتتكلم اللي هي كانت بتقول بقى ان الاستحواذ والسيطره للفريق اللي هو الاحسن، الفريق اللي كان لازم يكسب. مين اللي قال كده؟ الكوره ما فيهاش كده، الكوره انك تجيب جول وتكسب، الكوره مش بالاستحواذ بس، الكوره انك تستغل فرص. طب ما احنا جات لنا في السوبر نفس الحكايه، في السوبر اللي بعد كده في ماتش الدوري واحنا اللي كانت لينا الافضليه والاستحواذ. ولا ايه رايك يا كابتن شريف؟
بص يا كابتن ايمن، ربنا في المباراه دي ادانا كاس افريقيا، فهيبقى في رياكشن من اي حد تاني بيدور على اي حاجه يثبت ان هو كان موجود في المباراه. زي ما انت قلت، الحكايه مش استحواذ، حكايه اهداف. الله يرحمه كابتن لطيف قال لك الكوره جوان، كويس، اهو بقى اتطبق في المباراه دي، واتطبق في المباراه اللي قبلها، واتطبق في المباراه بتاعت السوبر. اللي ما بيجيبش جون يا جماعه هو اللي بيدفع الثمن، اللي ما بيروحش يستغل الفرص اللي بتجيله هو اللي عدم التوفيق هو اللي بيكون فيه. بس انا عايز اقول على حاجه، حاجه فنيه ليا شخصيا انا في الملعب، يعني انا مش عارف اخش منطقه جزاء الخصم، منطقه العمليات نفسها. فلما لعيبتي كلها تنزل نص الملعب وتعمل زياده عدديه على الاثنين ثلاثه او الاربعه يبقوا سته سبعه بتوع نادي الزمالك على طول موجودين في نص الملعب، فبالتالي ان الكره هتبقى لو انت عملت ميز باس او عملت اي حاجه الكره هتبقى من مصلحتهم. فالتداول بتاعهم كان بيحصل ايه؟ في المنطقه قبل خط ال 18 بتاعك كان عندهم منطقه عمليات باس 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 باس. انت عارف يا كابتن شريف، مفيش تهديد ليا في اي حاجه انا، لدرجه ان احنا قلنا ايه؟ ايمن اشرف، ياسر ابراهيم من احسن المباريات اللي هم عملوا فيها ايقاع ووقفه واستقبال، والكره كانت بتجي لهم بيقدروا يطلعوا يعملوا تيكوف بسهل جدا، ما عندهمش اي مناوشات، ما عندهمش اي حاجه. هم اخروا نفسهم في القرار ان هم يخشوا جوه 18، اعتمدوا عارف على ايه ايمن؟ ان هو كوره احمد سيد زيزو ده هيبقى ناحيه اليمين ويروح عامل العرضيه لمصطفى محمد ويبقى فيه توفيق في كل مره، الناحيه الشمال اسلام ده يروح ناحيه الشمال، انما النادي الاهلي تاكيدا على كلامك يعطل الاطراف دي كابتن شريف، فعملوا ايه ايمن؟ نزلوا لغايه نص الملعب، فتحس بيهم فعلا ان في زياده عدديه. لا وتاكيدا على كلامك، معظم الخطوره او التهديد نادي الزمالك لمرمى النادي الاهلي كان تصويبات من خارج ال 18. والله ما في، كان شيكابالا الوحيد اللي بيتحرك فيهم اكبر ناس سنا، كل التصويبات نادي الزمالك كان خارج ال 18 وعايز اي سبورت من اي حد. كمان ايمن ده عايز سبورت الراجل يلعب مع اي حد معاهم، ما فيش. هم حاسين دايما بيلعبوا على رد فعل ضد النادي الاهلي، هم عمرهم ما كانوا فعل قدام النادي الاهلي. بالظبط، هي دي اللي هقولها لك الحقيقه، يعني بالزبط. ان النهارده انت لما تشوفهم موجودين في نص الملعب وبيقدروا يطلعوا الاطراف شويه. بص معانا على الشاشه كابتن شريف تصويبات نادي الزمالك، بص كلها من بره ال 18 تقريبا. اعتقد طارق حامد شاط واحده منهم وجت في الديفنس عندنا وراحت في ايد محمد شناوي. دي من الحاجات اللي انا فاكرها، انما غير كده انا عارف بقى ان في عرضيات، حاجات بتلعب بالعرض، حاجات مناوشات من على الاطراف. مع نجاح الناس دي نجحوا مره واحده اللي هي بتاعت شيكابالا وجون كويس جدا الحقيقه، انما فين خطوره الاهلي اللي هو بعد ما جاب الجون الاولاني كان ممكن يجيب الجون الثاني بباجايه؟ فين خطورة حسين الشحات؟ حسين الشحات في اخر ثانيه في اول تايم اللي بيلعب كره عرضيه، اللي يقدر حمدي فتحي كان يقدر يرتقي كويس جدا ويلعبها سماتش بدماغه، نبقى احنا طالعين 2-1 في المباراه دي. فين الخطوره الفعليه للانفرادات اللي بتحصل في المباراه؟ كانت من النادي الاهلي. يعني اهي تصويبات النادي الاهلي، شايف خمسه منهم ثلاثه او اربعه تقريبا من جوه ال 18. طب بص بص السبيس فين والدخول فين والرغبه فين والكورنر اللي انت جبته الاولاني تاكتكس، مع انا ما شفتش حد يتكلم على التاكتكس ده، ان النادي بتطلع كلها من بره وبتروح داخله كلها هجمه، فبتعمل هدف لاول مره احنا بنشوف الحركه. صحيح. دي يمكن عادل عنده في التمرين كنت بشوفه يقفهم طابور ورا بعض كده، عادل بتوقفهم عايز يعمل نفس الشكل يعني. بس الحقيقه في حاجات احنا كمان ما عملناش ستريس عليها للنجاح اللي احنا عملناه وللتفوق اللي كنا فيه في الملعب. ومن حق اي حد يقول لك ايه انا كنت متفوق، ماشي انت كنت موجود وحاسين بنقل الكوره عندك، بس ما فيش خطوره. انا ما مش خايف. صحيح. انت على طول على طول كل تهديداتك في نص ملعبك. صحيح. مش في نص ملعبي. صحيح. انا ولا عند الخط 18 بتاعي. ندخل بقى في ماتش النهارده كابتن علاء، المباراه صعبه يمكن زي ما قلت الفرق الزمني يعني بسيط قوي بين الماتشين، يمكن برضو لعبتنا وليهم الحق عاشوا نشوه الانتصار والفرحه الكبيره بالماتش اللي فات، فالمباراه تعتبر صعبه لان الفارق الزمني يديك احساس ان اللعيبه خارج نطاق المباراه، خارج نطاق التركيز. مش عايز اقولها انا بقولها. هي المشكله الوقت قريب قوي، المشكله كمان المباراه كاس، مباراه كاس دايما فيها مفاجات، وفي كمان هتلاقي اتحاد فريق محترم. صح. جدا، ومعاه مدير فني ومعاه جهاز فني معروف طريقه لعبه وعرفت تفكيره في الملعب ازاي. فالمباراه في كل من كل الاحوال مش سهل. الخوف الاكبر يا ايمن اللي انت قلته، الخوف الاكبر ان الفرحه اللي هي بتاعت التاسعه كانت فرحه كبيره جدا، الناس فرحانه لحد الان. بس هو لعيب الكوره ولعيب الكوره في النادي الاهلي دايما الفرحه بتاعته محدوده جدا. صح. جدا جدا، لانه مطالب دايما مطالب ان هو
داخل بطوله ثانيه ولازم يفوز بيها. صحيح. فهو هو ده مبدا موجود في النادي الاهلي من زمان قوي، مش الايام دي كمان. انت بتكسب بطوله يوم انت داخل بطوله ثانيه ومطالب بالبطوله دي، ان جمهورك عايز بطولات. عشان كده البطولات الكبيره قوي كتير قوي في النادي الاهلي دي ما جاش من فراغ، مش هو بياخد بطوله وثلاث اربع سنين ياخد الثانيه، لا 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 خالص. يعني انت عندك في المده الزمنيه دي ثلاث بطولات، خدت بطوله، مطالب ان شاء الله ببطوله الكاس، مطالب ان شاء الله ببطوله السوبر. عشان كده دايما لاعبي النادي الاهلي الفرح عنده قليله جدا، وعلى فكره هو تعوده على كده، لكن هي تعوده على كده. خلص مباراه افرح، بس هي الفرحه التاسعه كانت من حقهم يفرحوا زياده شويه، كانت محتاج الفرحه دي. فرحنا الحمد لله كويس قوي. لكن هنا بقى يجي ايمن الدور الاهم، دور الجهاز الفني موسيماني والناس اللي معاه، ودور الناس الكبيره في الملعب. ما انا بقول لك الناس الكبيره موجود، ازاي تلم الفريق كويس قوي. والاهلي دخل معسكر من بدري، المفروض اللمه تبقى خلاص خلصنا من البطوله وفرحنا الحمد لله. هو قدرك كلاعب كره في النادي الاهلي بتخلص بطوله، ما فيش وقت داخل على بطوله ثانيه. فالنهارده انا متاكد منه ان شاء الله، النهارده هم الفرحه خلاص انتهت ان شاء الله. النهارده عندهم تحدي جديد عشان بطوله، مباراه دخلت على بطوله ثانيه، مطالبين يجيبوا يعني ان شاء الله يفوزوا بيها. فهي المباراه صعبه، واعتقد هيبان النهارده مدى تركيز لعيبه النادي الاهلي في المباراه، واتمنى ان شاء الله يبقى تركيزهم على قد المباراه وعلى قد البطوله ان شاء الله. كابتن عادل، لو كنا اتكلمنا على دوافع الفرقتين، تمام. الكابتن حسام حسن يمكن بقاله فتره من اخر ماتش، يمكن داخل على 3 4 اسابيع اخر حاجه ليه، وكان لسه اخر حاجه ليه كان مباراه المقاولين وكسب 2-1، وكان لسه ماسك يعني الرغبه. طبعا هو عايز يحقق بطوله، ولكن لو ما جابش البطوله ما فيش عليه ضغوط، ولكن العكس على مستر موسيماني. اكيد طبعا، بس خليني ارجع بس معلش السؤال الاولاني اللي انت اتكلمت على الماتش اللي هو بتاع الفاينل. هقول لك حاجه نفسيه بس، يعني هي في حاجه نفسيه. بعد اذنك كابتن عادل، بس احنا جالنا دلوقتي ان طلائع الجيش متقدم على نادي الزمالك 3-1 في دور قبل نهائي الكاس. قلت لك كده، اتفضل كابتن. الشوط الرابع. المهم اللي انا عايز اقوله لك ايه، اللي انا عايز اقوله لك على مباراه الاهلي والزمالك، هي حاجة نفسية. النادي الأهلي في المباريات دي علشان تقنع الزمالك إنك أنت كسبته لازم تكسبه كتير. أنت فاهمني؟ لو كسبته مكسب قريب هيقول لك أنا اشتغلت معك كويس ولعبت معك كويس. فعلشان كده الموضوع ده اتقتل بحث كتير قوي ونسيبنا منه. أما المباراة النهاردة والدوافع، أول حاجة الكرة في الأندية الكبيرة وبالذات في النادي الأهلي اتعملت علشان الجمهور يفرح واللعيبه تركز. قدرك كده انك انت تركز في ملعبك والجمهور من حقه يفرح، حتى ادارتك كمان لازم تركز معاك، وده اللي بيحصل هنا. الحته بتاعت انك تخرج من بطوله لبطوله دي ليها ناحيه شق فني ونفسي عند المدربين ومدارس كتير قوي. في مدرسه يا كابتن من المدارس اللي هي مدرسه مانويل جوزيه، كان الفترة دي مانويل جوزيه كان بيعمل موقف يشد بيه الفرقة بشكل ما. موسيماني شكله من المدرسة اللي هو بيشتغل نفسي كويس على اللاعبين. صح. الحاجة التانية أنا شايف في التشكيل بتاعه في ثبات من المباراة اللي فاتت. أحيانا برضو في مدربين يقول لك إيه، علشان المبالغة في الفرحة ما بين اللعيبة أنا ممكن ألعب عنصر أو اتنين أو ثلاثة جداد علشان يبقى عندهم دافع تاني. صح. لكن أفتكر إن هو بالتشكيل اللي عامله يبقى من المدرسه الثانيه اللي هو مدرسه انه راجل محترف، وهيطلعك من الامر ده. هيطلعك من الامر ده ازاي؟ هيطلعك من الامر ده ان هو يهتم بالحته بتاعت يا كابتن، يهتم بالحته بتاعت الايه؟ اهم نقطه، الحته بتاعت البدايه. صح. هي البدايه اللي هتقول لك النهارده دوافع الاتحاد. مزبوط. ودوافع الاهلي. بدايه المباراه لو النادي الاهلي نزل مركز جدا على الهجوم الشرس في الوقت اللي انت بتلعب بيه دفاع هتبقى فيها مشكله. دلوقتي موسيماني عودنا، وانا شايف من مدرسه ان هو يعمل ضغط ويرجع يقف شويه وبعدين يعمل ضغط ويرجع يقف شويه. فانا شايف ان الدوافع هتبان من اول المباراه. يبدا ازاي بقى كابتن هاني مستر موسيماني، ويبدا ازاي حسام حسن؟ لا، يبدا مستر موسيماني طبعا، يبدا بالتشكيل بتاع، مش هقول التشكيل طبعا، التشكيل كلنا شفناه يعني تقريبا نفس هو نفس التشكيل. جيرالدو بقى جيرالدو دلوقتي مكان اجاييه، وبقيت الناس كلها هي كله سابق. انا بس انا متوقع ان الراجل النهارده هيبدا ضاغط من قدام كالعاده بتاعته، لان الماتش اللي فات طبعا
كان ليه ظروف استثنائيه ان انت بتلعب نادي الزمالك ومباراه نهائي، والراجل حاول ان هو الماتش اللي فات ان هو غير من اسلوب لعبه، ان هو كان بيلعب زون دفاع اكتر ما كان بيهاجم، ما كانش عنده المبادره اللي كان بيعملها قبل كده في ماتش الوداد اللي شفناه هناك وشفناه هنا، بدليل ان احنا كسبنا الوداد هناك وكسبنا الوداد هنا فرق سكور يعني كبير. الماتش كان فيه تحفظات كتيره في ماتش الزمالك، والراجل فعلا قدر يطلع باللي هو عاوزه من المباراه. كان هو الراجل، انا شايف ان الراجل كان شغال على الحته الدفاعيه اكتر، وحته الكونتر اتاك اللي كان بيعملها على مروان محسن، ودي فعلا اللي قدرنا نجيب منها الجول الثاني بتاع قفشه. كان كوره برده لونج باس ومحمود علاء ردها رجعت لقفشه وقفشه حطها. فاعتقد ان الراجل النهارده هيحاول ان هو يلعب الاسلوب الطبيعي اللي هو معودنا عليه، اللي هو بيحضر من تحت، لان برضو الزمالك اجبرك ان انت تلعب طويل الماتش اللي فات، لان كان بيضغط عليك ضغط عالي وما كانش بيديك يعني الرياحيه ان انت تنقل او ان انت تطلع بالكوره من تحت لفوق. اعتقد الراجل النهارده عنده النهارده الناس اللي موجوده كلها تقريبا هتقدر تشتغل او تقدر تنفذ اللي هو الفكر بتاع الراجل ان هو تبدا من تحت. وانا زي ما قلت يا كابتن ايمن نفس التشكيل، الراجل مفيش جديد. يعني لسه ما شفناش تشكيل الاتحاد، لكن طبعا نادي الاتحاد عايز اتكلم بس عليه كده سريعا. نادي الاتحاد برده عنده لعيبه مميزه جدا، عنده رزاق سيسي جدد الاعاره بتاعته السنه دي، عنده محمد عطوه قلب دفاع برده جابه السنه دي، وعنده عمار حمدي طبعا من الاهلي برده. فانت عايز تقول حاجه؟ لا هقول لك، هنتكلم عن تشكيل الفرقتين وطريقه اللعب ولكن بعد الفاصل. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وقبل ما نخش في التشكيل بتاع الفرقتين مره ثانيه نفكركم بس بمشوار النادي الاهلي في كاس مصر. النادي الاهلي لعب 3 مباريات، مع بني سويف كسب 3-1، مع ترسانة كسب 2-1، مع ابو قير الاسمده كسب 2-1. يبقى النادي الاهلي ليه 7 اهداف وعليه 3 اهداف. نادي الاتحاد لعب 3 مباريات برضو، مع نادي النصر كسب 1-0، مع اسوان كسب 2-1، ومع المقاولين كسب 2-1، ليه 5 اهداف وعليه 2. كابتن شريف، رؤيتك لفرقه النادي الاهلي النهارده؟ زي ما علاء اتفضل وقال، النهارده مفيش تغيير في الشكل، وانتوا كلكم شايفين ان الراجل موسيماني عنده ثقه دايما من ساعه مباراه الوداد، ان هو بيلعب بنفس الشكل، بيعتمد على نفس الشكل، بيعتمد على اسلوب الضغط، بيعتمد على اهميه المباريات الوداد الزمالك لا يقل عن الاتحاد النهارده في بطوله جديده ان شاء الله تبقى البطوله 37 بالنسبه للنادي الاهلي، ويحرز على كاس مصر فيها. في شكل لما ابقى انا لاعب ماتش كبير قوي وكسبان بطوله كبيره قوي، بيبقى عندي من فوز لفوز. استاذنك كابتن شريف، معلش، انتهت مباراه طلائع الجيش ونادي الزمالك منذ قليل، وطلائع الجيش كسب 3-1 وتاهل للمباراه النهائيه لكاس مصر ان شاء الله. بنبارك لطلع الجيش وصوله لنهائي كاس مصر، ان شاء الله النادي الاهلي يلحق بيه النهارده يا رب. ففي لعيبه النهارده كانت بتلعب المباراه بتاعت نادي الزمالك، يمكن انت حسيت ان في ضغوط عصبيه جامد جدا في المباراه على عضلات اللعيبه، انتشار اللعيبه، تحركات اللعيبه، فعشان كده كان يقول لك ايه، احنا كنا مش ماسكين الكوره كتير، عندنا خطوره وكل حاجه، اللعيبه موجوده، بس الحاله النفسيه اللي كانت فيها الضغوط بتاع ماتش افريقيا، خلاص النهارده خدنا ثقة كبيرة قوي بفوز كبير زي ده، ببطولة كبيرة زي دي، المفروض تخلينا النهاردة احنا اكننا بننزل الملعب كسبانين 2-3، بنجري من اول ثانية، منتشرين في اول ثانية، ما عندناش رهبة من اي حاجة، في دايما في اللعب الكابتن عارفين عندنا لعب ايه ريسكي، يعني انا النهارده اقدر اخد كوره، الضغوط اتشالت يعني الضغوط اللي كانت راح، يعني انا النهارده عندي حريه على البطوله اصلا عندي حريه، خدت بالك ان انا ادي اللعب بتاعي، اللعب الفردي اللي هو كسبني البطوله، اللي هي اللمسه والشوطه اللي احنا كانت غايبه عننا كتير قوي، انك انت تاخد قرارك وتشوط، انك انت تروح على خط ال 18 وتعمل عرضيات، ان الاقي واحد زي حمدي فتحي هو اللي في ال 18 وهو اللي بيعمل التكوف وهو اللي عايز يجيب جول. السوليه جاب جول والسوليه داخل في تحرر من اللعيبه كان موجود، بس كان بحساب ليه؟ كنت بتلعب فرقه زي نادي الزمالك برضو وفي عامل مشترك في البطوله يعني. ماشي. فانا اللي انا شايفه ان ثبات التشكيل بتاع موسيماني دلوقتي بيدي فرصه كبيره جدا للعيبه دي انها تتاقلم من جديد بنفسيه اريح، بارتياحيه في الملعب، يقدروا اللي فاتهم في الملعب من اداء يقدروا يعوضوه النهارده ويعملوا شكل كبير جدا ان شاء الله، مع ان المنافس منافس كويس جدا، لعيبه محترمه، يمكن نص الفرقه من نادي الاهلي قبل كده ولادنا يعني، فان شاء الله احنا هنشوف مباراه النهارده كويسه جدا بالنسبه للشكل
انها بالنتيجه باذن الله لازم نفس الشكل ايمن نفس الشكل الضغط على المنافس انهاء المباراه في اول ربع ساعه ما تخليش ماتشات الكاس خداعه واديك شفت يعني طلع الجيش كسب 3-1 بيكسب فرقه كبيره يعني هي. مش فرقه قليله عشان كده عايز اقول لك كابتن علاء الكلام اللي قاله الكابتن شريف هل اللعيبه تتحرر من الضغوط اللي عليها النهارده وخصوصا بعد نتيجه مباراه الزمالك وطلع الجيش ولا العكس لا نسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. ولكن بعد الفاصل نرحب بيك مره ثانيه اعزائي المشاهدين وكان السؤال كابتن علاء هل اللعيبه النهارده تتحرر من الضغوط ولا العكس بعد نتيجه مباراه الزمالك وطلع الجيش عمر النادي الاهلي ما يبص لنتيجه الخصم خالص او المنافس خالص النادي الاهلي دايما يبص على هو عايز المباراه كويس. هو دايما هو النادي الاهلي كده في مباراه النهارده انا بركز في مباراتي انا مش بركز في في المنافس اللي ممكن اقابله لكن بعد النتيجه النهارده مش هتفرق خالص انا متاكد منه ايمن ان النهارده تركيز واحد بس عايز يخلص النهارده مباراه الاتحاد مباراه صعبه جدا احنا متفقين عليها كلنا طبعا على اساس يبقى على النهائي هو ده تركيز اللعيبه عشان كده دايما لعيب النادي الاهلي بيقول لك دايما دي لعيبه مركزه لعيبه مركزه هي مش كلمه بتتقال وخلاص هي كلمه في محلها انا النهارده لو انا ركزت في مباراتي وركزت في المباراه اللي هي كانت بتتلعب وخلصت وركزت مش عارف فلان وفلان وفلان هتنزل مباراتك انت مش مركز في حاجه خالص دايما احنا بنقول انت عايز لعيب مركز في المباراه نفسها 90 دقيقه مركز فيهم كويس قوي ذهنه ده صافي جدا مفيش غير قدامه هدف واحد بس عايز يكسب النهارده عشان يطلع ان شاء الله النهائي باذن الله المباراه السابقه انا بتفق مع كابتن شريف ان يا جماعه مهما كان مهما كنت لعيب كبير وعندك بطولات كتيره الضغوط دي موجوده في العالم كله الضغوط بتاع التاسعه كانت حاجه مش طبيعيه انت واصل مرتين يا ايمن قبل كده وما خدتش البطوله النهارده وصلت نهائي فانا انا كل عذر للعيبه حتى الاداء بيقول الناس مش هو وكده لكن في ضغوطات كانت كبيره جدا على الاهلي اكتر من الزمالك صحيح. الزمالك الاهلي دايما كان عايز البطوله فلا الضغوطات خلصت النهارده هيرجع ان شاء الله النادي الاهلي بطريقته العاديه تشكيله عادي جدا تغيير بس جيراردو لكن هو التشكيل العادي الطريقه العاديه الضغط من قدام مروان ووراه محمد مجدي جيراردو وحسين شحاته على الجنب تكمله حمدي فتحي اللي هو لعب النادي اللي انا متاكد النهارده لعب النادي الاهلي العادي اللي هو استحواذ ايجابي عشان كان عادي بيتكلم على حته الاستحواذ في حاجه اسمها استحواذ ايجابي انما استحواذ سلبي غير مفيد ما يلزمنيش انا عايز استحواذ ايجابي صحيح. هدور على هدف بسرعه مش عايز المباراه تطول معاك توصل اكسترا تايم او حاجه فالنهارده انا متاكد منه ايمن في ضغط كويس قوي وفي بسرعه قوي عايز ادور على مكسب ان شاء الله باذن الله رب العالمين معانا تشكيل نادي الاتحاد عماد السيد لحراسة المرمى كريم يحيى ناحيه اليمين لوي داميون ومحمد عطوه في القلب السيد سالم ناحيه الشمال قدامهم اثنين مروان عطيه واحمد نبيل مانجا قدامهم ثلاثه رزاق سيسيه كريم ممدوح عمار حمدي وفي الامام خالد قمر كابتن عادل رؤيتك الفنيه لتشكيل فرقتين هل هنشوف مباراه مفتوحه وخصوصا ان حسام حسن احنا عارفينه وعارفين شخصيته هو دايما يعني بيدفع اللعيبه بحماس وان هم يغيروا على فانيلتهم وان هم هيلعبوا النادي الاهلي بطل افريقيا فدي ده كمان دافع تاني هل ممكن نشوف من حسام حسن تحفظ ولا نشوف جرأه من اول مباراه طب خليني اقول لك الاول ان حسام اللي على الورق مكتوب ان هو يلعب 4-2-3-1 مش هيلعب كده مش هيلعب كده حسام بيلعب دايما لا 4-1-4-1 لا يلعب 4-5-1 ولكن هو عنده حاجه جيده النهارده عمار حمدي ناحيه اليمين ورزاق سيسي رزاق سيسي خفيت حركته هو وعمار حمدي هتعمل لنا مشكله شويه مع انطلاقات كريم يحيى ده الباك رايت بتاع النادي الاهلي مع وقفه مانجا ومروان عطيه في وسط الملعب هو هيشتغل على الشق الاولاني اللي هو ايه اللي هو الهجمه المرتده علشان كده انا اتمنى من مستر موسيماني ان هو دي مباراه كاس انا ما استعجلش المكسب دايما المباريات الكؤوس حتى انا كنت بطالب كده في ماتش الزمالك لو فاكر يا كابتن ايمن أيوه. ان دايما لازم تخلي المباراه تاخد مجراها او وقتها ليه علشان الضغط المباشر في بدايه مباريات الكاس بتبقى عندك مشكله لا قدر الله لو حصل اي موقف فالرجوع بيبقى صعب في مباراه الكاس يعني الرجوع بيبقى فيها صعوبه علشان كده انت تسير الموضوع انت هتلعب بطريقه اللي هو ما تخليش مساحات لنادي الاتحاد من ورا في الحته الدفاعيه يعني انت لازم تبقى بلوك واحد ولكن في نفس الوقت لازم تعمل المساحات فيها سبورت للعيبه علشان عندهم خفيه حركه كتير قوي أيوة. الخطوره من عند النادي الاهلي
هتبقى في مجدي قفشه. ليه؟ لان مجدي قفشه في المكان الميت لاي فرقه. هو تشكيل اللي هو نازل على الشاشه ده تشكيل فرقه النادي الاهلي وفريق اللعب اللي هي يعني انت لو شفت تشكيل النادي الاهلي ما خرجش منه الا دخل بس لجيلاردو وخرج اجاي بس خرج ليه؟ لاصابه وليس الاداء. يعني عشان تعرف ما هي فلسفه موسيماني. فلسفه موسيماني اللي هو يحط الفرقه بتاعته بتبقى على طول زي في فرق كتير قوي طول السنه بيلعبوا بتشكيل معين اللي هو الاساسيين ما بيحبش يغير كتير في الفرقه علشان الريتم والتمبو بتاع اللعب. علشان كده بقول لك ان المباراه النهارده اتمنى من موسيماني انه ما يستعجلش المكسب رغم ان الضغط في البدايه حاجه مهمه ولكن احنا اتفقنا في كره القدم دلوقتي في الضغط الواهي اللي يبين للناس ان انا ضاغط وفي نفس الوقت انا بدافع كويس. مش عادل عايز اقول لك حاجه. ايوه اتفضل كده. انا حاسس ان حسام حسن النهارده هو اللي هيضغط هو اللي هيحاول يبقى له شكل قوي. يعني تقدر تقول 4-5-1 او 4-1 لا يعني تقدر تقول ان حسام انا حاسس ان هو هيحاول يستغل يعني ان النادي الاهلي خارج بمباراه كبيره. كابتن هاني كان ليك رؤيه في الموضوع ده بتاع تشكيل نادي الاتحاد وطريقه اللعب النهارده. بص يا كابتن هو طبعا النهارده في مشكله عند مش مشكله هي حاجه يعني في خط الظهر بتاع نادي الاتحاد النهارده محمد عطوة ولوي داميون دول لعيبه جديده اول مره يلعبوا مع بعض النهارده. محمد عطوة كان قبل كده في الاتحاد بعد كده طلع بيراميدز بعد كده رجع نادي الاتحاد تاني. طبعا دي تقريبا يعني دي تبقى نقطه الضعف بالنسبه لنادي الاتحاد النهارده. لكن القوه الهجوميه النهارده لنادي الاتحاد برده يا كابتن يعني انا شايف ان هي عندهم الحته اللي قدام دي ناس كويسه جدا. عندك رزاق سيسي، كريم ممدوح ده لعيب كويس من وادي دجله، عمار حمدي طبعا الطرفين كويسين قوي، رزاق سيسي وعمار حمدي طبعا بالظبط، وكمان مصدر خطوره، وكمان الباكين يعني الباكين كويس سريع باور بيعمل كروسات كويس قوي وبيعرف يجيب جول. ولكن هو في الناحيه الدفاعيه اقل شويه من الناحيه الهجوميه. اكيد اكيد يا كابتن مفيش باك ليفت يعني هتلاقي مميز في الهجوم وفي الدفاع، فلازم يكون في ناحيه اضعف من الناحيه الثانيه. بس عايز اقول بس حاجه يا كابتن، عارف ان الوقت خلاص بالنسبه للمستر موسيماني، ان الراجل النهارده التشكيل بتاعه بيدل ان هو الراجل مركز تركيز كامل جدا وموصل ده للعيبه ان النهارده مفيش هزار. النهارده عندنا سيمي فاينل النهارده نهائي قبل نهائي بطوله كاس مصر، يعني بوصل للعيبه ان الماتش ده مهم جدا. يعني حتى واضح بالتشكيل بتاع كلنا والناس كلها كانت يعني عندها شك ان الراجل النهارده ممكن يغير في التشكيل شويه، يدخل بدري بنون، يدخل الناس الجديده حتى اللي جت، لكن الراجل النهارده ثبات التشكيل بتاعه ده بصراحه يتحسب له. وانا شايف ان هو مركز تماما ان هو ان شاء الله مفيش هزار في الماتش وهيبدا ضاغط من اول دقيقه ويحاول يخلص الماتش بدري. صحيح. هنشوف هدف الشوط الاولاني ان شاء الله 1-0 للنادي الاهلي اول شوط. كابتن علاء ان شاء الله في اهداف الاهلي اكيد. انت مستنيك ملا اكيد للاهلي. كابتن عادل انا شايف ان الاهلي ممكن يجيب هدف مبكر كمان. كابتن هاني اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي هيحرز هدف ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. وهنروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه حديث مع محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وكل التحيه لضيوفك الكرام. زي ما اتكلمنا وقلنا ان كره القدم رساله ودايما تسمو بالنفوس، ونادي الاتحاد السكندري احد قلاع كره القدم المصريه، دايما بيضرب المثل في الاخلاق الرياضيه. معانا في هذه الاثناء الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. حاج محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مبادره ورساله بنوصلها ان كره القدم مش مجرد رياضه، لا دي رساله لكل افراد واطياف المجتمع المصري. مبدئيا احب ان انا ابارك النادي الاهلي حصوله على بطوله افريقيا، طبعا بطوله كبيره النادي الاهلي بقى له فتره ما خدهاش، ولكن انا ببارك له طبعا النادي الاهلي، ببارك كابتن محمود الخطيب، كل مجلس اداره النادي، بقول هارد لك نادي الزمالك. ولكن اتمنى ان شاء الله ان تطلع احنا بيننا وبين الاهلي تاريخ. لو نرجع لسنوات سابقه كان قبل ما ابتدي الدوري العام كان في مباراه بتعمل وديه بين نادي الاتحاد والنادي الاهلي. اتمنى الايام دي ترجع تاني وان شاء الله يعني دايما موفقين ودايما النادي الاهلي موفق. الحاج محمد مبادره تبناها الحاج محمد مصلحي بالتنسيق مع الجهاز الفني ان لعيبه النادي الاتحاد السكندري النهارده هتقف في ممر شرفي للاعبي النادي الاهلي، وزي ما قلنا ان كره القدم رساله والرياضه رساله. بص يعني حاجه متبعه في كل دول العالم تقريبا، وحتى قبل كده اتعملت مع نادي دجله عملها مع النادي الاهلي، والنهارده لو احنا جت يعني بصراحه مبادره طيبه كمان من الجهاز الفني كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن. امبارح كان بيتكلموا هم متمرنين في الاستاد وقال لك انها فكره ان احنا نبارك للنادي الاهلي، فدي يعني بالنسبه لنا دي حاجه طبيعيه. اتمنى ان شاء الله ان احنا تكون رساله واصله لكل جماهير مصر ان ما فيش فرق ما بين الانديه كلها، نادي الاهلي نادي الزمالك الانديه الشعبيه كلها مصر الاسماعيلي، فاتمنى ان شاء الله خير كل الانديه. اختم مع حضرتك رسالتك كواحد من افراد المنظومه الرياضيه اللي تقولها لكل الرياضيين لكل الانديه لكل الفرق.
الروح الرياضيه. اتمنى تسود من تاني، واتمنى يكون الحب اللي هو ما بين الناس كلها تعود من تاني. انا علاقتي طيبه بكل رؤساء انديه مصر، فان شاء الله يعني اشوف خير لمصر والكره المصريه كلها، وبارك كمان مره النادي الاهلي، مبروك.